السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لايف اليوم 7 نوفمبر 2023. في هذا اللايف راحين نتكلموا على جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجزائر وما زال مجرميها من يعني الذين اقترفوا هذه الجرائم داروا هذه الجرائم زالوا حيين، زالهم يحكموا وترقوا في عهد تبون اللي يتكلم على جرائم ضد الإنسانية. هذا موضوع جد مهم، وخاصة أنه جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في عهد تبون، وبالتالي هو مسؤول على هذه الجرائم. هذا نتكلم عليه بالتفصيل. كما راح نتكلموا على إلغاء القمة العربية الإفريقية اللي كان من المفروض أنها تحتضنها مدينة الرياض النهار 11 نوفمبر القادم، وإلغتها العربية السعودية بسبب مشاركة بوليزاريو في هذه القمة، والسعودية قالت كي عاد هكذا ما يجي حتى واحد ما سحق واحد. والناس كيفاش تكلموا عليها. كمان راح نتكلموا ثاني على القمة الإسلامية اللي راح تنعقد نهار الأحد الجاية في الرياض، والسؤال المطروح هل سيشارك تبون في هذه القمة؟ هذا اللي مع فلسطين ظالمة ومظلومة ويعاير في الدول العربية، يقول ما تكلمتوش ما درتوا والو، راكم ساكتين. اللي هو كان يتكلم، هو اكبر واحد اللي سكت وسكت شعب. دونك هذا راح نتكلموا على ثاني. وقبل ما ندخلوا في هذه المواضيع راح نتكلموا على اطلاق سراح مصطفى بن جامع اللي نهنيه على اطلاق سراحه، وبعد يعني 9 أشهر سجن. نتكلموا كذلك على السيارات، يقولوا عليها قالت الزيرام جايبين سيارات جدد يتباع بشحال 249 مليون والشهرية تاع المواطن الجزائري شحال السميك 2 ملايين والشهرية الأجر يعني المتوسط 4 ملايين. 4 ملايين شحال يوفر باش يشري سيارة 249 مليون الجزائري؟ راح نتكلموا على الخائن، نوروا وجهه وما نذكروش اسمه باش ما نلوثوش لساننا وما نلوثش بسامع الاخوان والاخوات الكرام اللي راح يسمعوني ولكن لما يشوفوا في الصوره. واخونا فضيل بومالا ذكر اسمه، دونك باش يقراوا اسمه هو فرح. إذا أندل ما وجد على وجه الأرض نشوفه وجه الخائن ونحكيه مسار هذا الخائن كيفاش. كذلك راح نتكلموا على سنة 2024 اللي تبون دارها سنة كل الوعود، يعني 2024 ما تسمع تبون الجزائر راح تولي جنة. إيه راح تولي جنة، الشيء اللي ما داروش في 4 سنين راح يديروا في عام. بارك الله. درك نشوفوا نتكلموا عليه. قبل ما ندخلوا في التفاصيل، تحياتي لكل من هو يرافقني ويتابعني في هذا اللايف تاع اليوم، واللي كانت سباقة اليوم هي أنا شاطون، سبقتهم وجمعها مارك بنيوفسكي دوبري في تر فيتشر بولوني. Bonsoir de Pologne. Alors, Dobry Wieczer, Marek, jak się masz? Dobrze? Dobrze. Ok. Tahiyyati kadak Suleiman Chaouch, min chamal al-Maghreb. Khouna Hassan Bouannan, un fidèle parmi les fidèles, Mohamed Azzat, Yassine Bouafi, Mohamed Najdi, Rida Ben al-Madina, Jamal Mirnish,
لي فيدال بارمي لي فيدال مرحبا بكم. سالم الوافي، رازيق غفور، لي باناني صاحبي يحب الغفور، خالد بو مشي، عبد الوهاب لك حال، لو بون لو بون، الله يحفظ خويا العزيز وعليل وكيف كيف. دونك تحياتي لكل الاخوان، كذلك تحيات لمجموعه من سكان حي بلواد في الجزائر العاصمه، واخص بالذكر لزاد زفيره، مرزاق خينات، ووليد كريش ولاد بلواد ولاد حومتي. فوالا، دونك مرحبا بكم جميعا، ومرحبا بكل الاخوان في كل الاقطار المغاربيه وكل المغاربيين حيثما وجدوا. هذه القناه قناه الاخوه، قناه الصداقه، قناه تنبذ الفتنه وتنبذ التفرقه، قناه تعمل على الوحده المغاربيه لتعقيد كل مغاربي، يعني القوه اللي يتمنى فيها البلاد، قوتنا في وحدتنا، هذا الشيء اللي يلزمنا نعرفوه جميعا. ونبداو بموضوع الاول اللي فرح، على كل حال فرحوا له كامل، هو اخونا مصطفى بن جامع، هذا الصحفي الشرس، الصحفي الحر اللي مواجه ترسانة العصابة المجرمة، مواجهها بشجاعته، اللي هي تعتبر سلاح الفتاك، سلاح فتاك الشجاعة هذه. إذا نشوفوا هذا بعد الفاصل مع مصطفى بن جمعة. هشام عفوان، الله أكبر، هشام عفوان، هشام عفوان.